قبلها مباشرة نمشيو للبنان، في متابعة للوضع اليوم الميداني وآخر التصريحات. ومنذ قليل حزب الله يعلن تفجير عبوة نصف ساعة لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون، والإعلان عن عدد من القتلى والجرحى. الوضع في لبنان ميدانيا كيف هو؟ هذا اللي نعرفوه مباشرة مع ضيفي الصحفي والكاتب والمحلل السياسي خليل القاضي، وعضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين مباشرة في الانترفيو. سي خليل تحياتي، أهلا وسهلا، مرحبا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بحضرتك وبالمستمعين الكرام وبأهل تونس. شكرا. كيف يمكن أن نصف حاليا الوضع ميدانيا بلبنان أستاذ خليل؟ للحقيقة لبنان منذ ما يقارب الأسبوعين يعيش على إيقاع اعتداءات متتالية من العدو الصهيوني الكيان المعقد. هذه الاعتداءات آخذة في التصعيد، ما نشهده منذ الأمس، تحديدا منذ فجر الأمس واليوم، محاولات يائسة وبائسة من الكيان المؤقت ومن جيشه الاحتلالي للدخول والتوغل برا باتجاه الأراضي اللبنانية، ولكن المقاومة في لبنان تتصدى لهذا الدخول. وبالأمس كانت العملية التي مني بها العدو الصهيوني في منطقة العدايسي على محور كفركلة كانت مؤلمة جدا، إلى حد أنهم فقدوا صوابهم ولم يستطيعوا تصديق ما يرونه، خصوصا وأن أعداد القتلى الذين اعترف بسقوطهم من قبل الإعلام العدو الرسمي بأنه سقط 14 جنديا بين ضابط وجندي، وإصابة أكثر من 20 بين جرحى، وقد اضطر للإخلاء بالنار واستخدام المروحيات. وهذا المشهد يتكرر اليوم، فقبل قليل تم تفجير عبوة ناسفة بإحدى الوحدات، وحدات إيغوز التي كانت تحاول جولاني الذين كانوا يحاولون التوغل باتجاه الأراضي اللبنانية على محور مارون الراس يارون، ولكن شباب المقاومة ورجال المقاومة في الميدان كانوا لهم في المرصاد، وتم تفجير عبوتين ناسفتين وليست عبوة ناسفة واحدة. العبوة الناسفة الأولى كانت سببت إرباكا كبيرا لدى العدو الإسرائيلي، ولم يستطع حتى من سحب قتلاه من الميدان. نعم. ضربة مؤلمة. صحيح، ضربة مؤلمة، ولم يستفيق من الضربة الأولى حتى أتاه تفجير العبوة الثانية. وبالتالي المشهد في الجنوب بالالتحام المباشر، بالالتحام على مسافة أقل من صفر، يعني ناقص صفر إذا أردنا القول. المقاومة في لبنان، رجال المقاومة في لبنان يسطرون الملاحم. نعم. أيضا الإعلام التابع للمقاومة وتابع لحزب الله يعلن عن ضربات، أو يعتبر أن ضربات المقاومة أفشلت حتى الساعة كل المحاولات الإسرائيلية للتوغل داخل الأراضي اللبنانية. بالتأكيد، ما هذا ما كنت أقول. نعم. لحضرتك. نعم. بأن تصدي المقاومة ورجال المقاومة في جنوب لبنان وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة أحبط أي كل المحاولات التي قام بها الاحتلال بالأمس واليوم من أجل التوغل البري. الاحتلال الإسرائيلي يعرب الجو عبر الغارات الجوية التي تستهدف قرى وبلدات الجنوب لبنان، كل جنوب لبنان، وصلنا إلى الضاحية بيروت الجنوبية. وقبل قليل تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لأربع غارات. هذه الغارات استهدفت أبنية سكنية، ولم يكتف العدو بذلك، وإنما أيضا في مناطق كانت تعتبر آمنة في أعالي جبل لبنان في منطقة كيفون، كان أيضا تعرضت البلدة إلى قصف من غارة جوية. وبالتالي المشهد أن العدو الصهيوني كلما تألم في الميدان على البر يحاول تعويض هذه الهزائم البرية بالاستمرار والاستفحال في إجرامه عبر الجو وباستهدافه المباشر للمدنيين العزل خاصة. بالتأكيد كل الاستهدافات التي حصلت حتى الساعة هي استهدافات لمدنيين وأبنية سيسكنها مدنية. حتى بالأمس الغارة على منطقة الباشورة في وسط بيروت
كان مبنى لهيئة صحية لمركز إسعاف صحي، نعم. وبالتالي ليس فيه أي تواجد عسكري، وبالتالي كل مزاعم العدو التي يطلقها بأن هذه الأبنية أو هذه المناطق التي يقصفها هي مناطق عسكرية أو تحتوي على مستودعات للذخائر والأسلحة، ادعاءات باطلة وكاذبة، وهذا الكذب ليس جديدا على الكيان المؤقت وعلى حكومته، خصوصا حكومة المجانين هذه الذي يديرها المجنون بنيامين نتنياهو. وبالتالي منذ القليل أو منذ لحظات أفيغاي أدرعي المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي يحذر اللبنانيين، بل ويوجه نداء يطالبهم بإخلاء البيوت فورا، وينبههم من التوجه جنوبا أو أي توجه جنوب يمكن أن يعرضهم للخطر. هل يمكن أن نعتبر هذا التحذير جدي أو ربما كرد على من الجيش الكيان بعد تلقيه تقريبا أو بعد استهداف حزب الله ل 17 موقعا إسرائيليا حدوديا في الأثناء؟ سيدة زينة، نعم. ما قاله هذا المعتو هذا المهرج أفيغاي أدرعي، نعم. هو للحقيقة للأسف الشديد صحيح، لأنه درجت في الأيام الماضية خلال 48 ساعة الماضية أن هذا المعتو كان يطلق عبر حسابه على منصة إكس ويضع خرائط لبعض المناطق التي قصفت في بيروت وفي الضاحية الجنوبية وحتى في جنوب لبنان، ويطالب الناس أو تحديدا في الضاحية الجنوبية يطالب الناس بإخلاء هذه الأماكن على محيط 500 متر، ومن ثم يأتي الطيران بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة ويقصف هذه الأبنية التي حددها. الكلام المقصود من هذه العملية هو إفراغ يعني الإمعان في قتل المدنيين ومحاولة لتحويل الضاحية إلى أرض محروقة، وبالتالي من أجل أن يكون هناك أنه هو حقق انتصارا ما، ولكن هو حقق انتصار بتدمير الحجر واستهداف المدنيين، يحاول أيضا عبر هذه المحاولات وهذه المحاولات اللي في ضرب وترويع المدنيين بأنه يقول بأنه يدنا العليا في قصف أي مكان نريد في لبنان، وأنه نحن حين يستهدف أماكن في البقاع وفي الجنوب ويسقط مدنيين يقول ما أنا سبق وحذرتهم في أطلقت نداءات تحذير، يحاول تبرير جريمته من خلال هذه النداءات. ولكن اللبنانيون عموما وسكان الضاحية وسكان الجنوب وسكان البقاع كل البقاع من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، لا أحد يأخذ هذه التهديدات بأنها مجرد للتسلية، وإنما يأخذونها على محمل الجد، ولكن هذا الأمر لا يرهبهم لا يضعف من عزيمتهم، فالشعب اللبناني مصر على استمرار مقاومته، وهذا ما يتأكد من خلال صمود الشعب اللبناني خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله هو صمود مستمر. وبالتالي الكيان المؤقت يحاول من خلال أبواقه الإعلامية هذا المتحدث بجيش باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن بث الرعب في النفوس، وبالتالي وتدمير أكبر عدد قدر ممكن، يعني يحاول أن يضع اللبنانيين أمام مشهد غزة آخر. ولكن المسألة مختلفة تماما في لبنان، خصوصا بعد العمليات البطولية التي تسطر، وأضيف إلى ذلك أن ما زالت القدرات الصاروخية للمقاومة تطلق طليات صواريخ من لبنان، وبالتالي العدو لا يمكنه هزيمة هكذا شعب. صحيح، لكن لو نتحدث على المستوى الإنساني، على ما يبدو هناك أزمة صحية وشتاء قاسي بانتظار النازحين اليوم. بالأسف هذه من الضرائب الكبرى والعظيمة التي يدفعها المواطن والمدنيين العزل في هذه الحرب التي أساسا لبنان لم يكن يريدها، حتى المقاومة لم تكن تريد الحرب، وإنما كانت جبهة الإسناد اللبنانية هي دعم لأطفال غزة ونساء غزة ولفلسطين، وبالتالي كان المطلب اللبناني أن تتوقف حرب غزة فتقف جبهة الإسناد. بالعودة إلى سؤالك، موضوع الوضع الإنساني، بالتأكيد هناك نحن نعيش أزمة إلى الآن، هي أزمة في استفحال نتيجة هذا الكم الهائل من النزوح الذي حصل، وهذا المرة النزوح ليس فقط من الجنوب كما حصل في العدوانات السابقة،
وإنما هذه المرة هناك مناطق أخرى في البقاع وفي بيروت تم النزوح منها، وبالتالي المسألة النزوح هذه في هذا العدوان مسألة جدا حساسة ودقيقة. وللأسف نظرا للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الدولة اللبنانية عموما والأزمة الاقتصادية المستفحلة منذ 17 أكتوبر 2019 وإلى الآن، هذا الأمر يعقد بعض المشهد الإنساني خصوصا لجهة تقديم المساعدات وتقديم يد العون، وسط غياب إلى حد ما بعض جمعيات الانجيوز التي كانت محسوبة على الغرب في لبنان، يعني يبدو أنها غائبة وكأنما يجب لا يعنيها في الوقت الذي حين وقع انفجار مرفأ بيروت 4 أغسطس 2020 لم نعد نستطيع إحصاء عدد الجمعيات والانجيوز التي دخلت إلى لبنان تقديم يد العون على تفجير مرفأ بيروت رغم عظمته وفداحته وعظيم ولديه خسائر بشرية كبيرة أيضا، ولكن ما يتعرض له الآن اليوم لبنان هو عدوان على كل الشعب، عدوان صهيوني غاشم وربما اليوم وهذا يكشف أن تلك الجمعيات وتلك المنظمات الانجيوز لها لديه، أنا لا أعمم لأن التعميم خطأ، ولكن في معظمها لديه أجندات لا تتواءم مع أجندات الأجندة الوطنية سواء في لبنان أم في تونس، لأنه كلنا ومن المفروض الأجندة تكون إنسانية بامتياز، خاصة وأن اليوم لبنان يواجه أزمة إنسانية خطيرة، وجب التدخل مثل هذه المنظمات. ونذكر أيضا وأنه تم استهداف هيئة إسعاف المقاومة ببيروت، فبالتالي اليوم على أرض الميدان كم نحن بحاجة اليوم لهذا التدخل العاجل لعدد كبير من المنظمات. حتى سيدتي هناك استهداف لأحد فرق الصليب الأحمر والتهديد للمستشفيات وما إلى ذلك. نحن أمام أزمة حقيقية وقد نكون أمام كارثة لم يكن هناك تحرك جدي فعلي على الدولة اللبنانية بالإمكانيات الموجودة كي لا يظلم المرء ويجلد نفسه فقط. في الإمكانيات الموجودة الدولة اللبنانية تحركت، ولكن هذا التحرك تحركت ورغم ذلك كانت وجهت نداء استغاثة للعالم أيضا لكي يغيث لبنان إنسانية وليس هناك من يسمع. في الانتظار أن تتحلحل الأمور وأن تكون الأجواء بأكثر سلام ربما خاصة على النازحين، نذكر وأنه يتم والكيان الصهيوني يستهدف بالأساس المباني السكنية بضحية بيروت، وهل استهداف هذا بالأساس أستاذ خليل هدف منه هو التهجير من جهة، التدمير وإيجاد شرخ بين الشعب والمقاومة، وبالتالي محاولة إظهار بأن ما تعانون منه سواء البيئة الحاضنة للمقاومة البيئة الشيعية في المفهوم اللبناني وعموم الشعب اللبناني هي رسالة للطرفين، لبيئة حزب الله والمقاومة وللشعب اللبناني، أن هذه المقاومة التي تدعمونها هي سبب هذا الخراب، وبالتالي يحاولون الإظهار وكأن ما يعاني منه الآن لبنان هو بسبب المقاومة، وهذا ليس صحيح. من قال أن ليس هناك لإسرائيل للعدو الإسرائيلي أطماع في مياه لبنان وفي أرض لبنان وفي غاز لبنان وفي نفط لبنان وفي نفط وغاز ومياه وأمن واستقرار الدول باقي الدول العربية المحيطة والدول العربية عموما؟ الكيان المؤقت يجب أن يفهم الجميع أن غيه وغطرسته ليست لها حدود، يحاول أن يظهر نفسه وكأنه حاكم المنطقة. هذا الأمر لم يكن له تداعيات سلبية فقط على لبنان وإنما على المنطقة بأكملها. العودة أيضا إلى سؤال حضرتك بأن هذا الاستهداف هو للمدنيين لتأثير على الشعب اللبناني وإظهار أن إذا أردتم التخلص من هذا القصف ومن هذا الموت ومن هذا الخراب فلتتخلصوا من المقاومة. هذا ما لن يحدث هل يستطيع الإنسان أن يتخلى عن نفسه؟ صحيح. حينما يتحدثون عن إبعاد الرجال المقاومة
بوفق القرارات الدولية وما إلى ذلك من هذه الطروحات والمبادرات المطروحة الآن. سيدتي المقاومون في الجنوب هم أهل الجنوب. أكيد. هم أهل الجنوب، هم أهل الأرض، هم أهل الأرض، هم سكان هذه الأرض، والدماء التي تنزف في أرض الجنوب هي دماءهم ودماء بعض الشباب والمقاومين من باقي المناطق اللبنانية، ولكن بالأصل في الجوهر إنهم يدافعون عن أرضهم. نحن ندافع عن أرضنا، نحن لم نعتدي على أحد، وإن ساندنا فلسطين لأن واجبنا الأخلاقي والديني يتطلب مساندة فلسطين. بالضبط. أحييك أستاذ خليل القاضي عضو رابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين والصحفي والكاتب والمحلل السياسي اللبناني، وأحيي من خلالك الشعب اللبناني الصامد. شكرا على تدخلك معنا، شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع. فاتكم الحوار كاملا تلقاه على صفحتنا راديو ناسيونال الإذاعة الوطنية على الفيسبوك واستوديو الوطنية. مازلنا مواصلين هذا الانترفيو لبيروت.